وبشأن رد المحكمة الاتحادية في العراق الطعن لإبطال مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى الخبر، المحكمة الاتحادية في العراق تقر بدستورية جلسة البرلمان الأولى، وأيضا قامت بإلغاء قرار تعليق عمل هيئة الرئاسة. بداية، كيف تقيم أو ترى تداعيات ذلك سياسيا في ظل الصراع المستمر بين الميليشيات على المناصب الحكومية؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أعتقد هو القرار صحيح، أنه الجلسة الأولى دستورية، والأمور ماضية إلى ما يعني أطلقه التيار الصدري، بمعنى الحكومة سوف تشكل فوق رؤية الصدر. هناك أغلبية حاكمة، والبقية إما أن تذهب إلى المعارضة أو ممكن أن تدخل في مواجهة، وبالتالي كلا الحالتين أو كلا السيناريوهين التيار الصدري أو إذا تشكلت حكومة سيكونون مستعدين لمثل هذه الخيارات. أعتقد التيار التنسيقي، الإطار التنسيقي، ذهب كثيرا في الشكاوى إلى المحكمة الاتحادية ولم يحصل شيء. عليه مراجعة نفسه أنه بعدم انتخابه عليه أن يعترف بخسارته في الانتخابات، ويذهب إما أن يذهب إلى معارضة وهو لا يتقنها كمعارضة سياسية. فأعتقد الأمور ذهب إلى التصعيد، ولكن الإطار سيكون هو الخاسر في أي تصعيد مع التيار الصدري. هناك من يقول هذا الحكم يعد هزيمة للإطار التنسيقي الرافض لرئاسة الحلبوسي للبرلمان. كيف تتوقع ردة فعل الإطار التنسيقي بعد هذا القرار أستاذ حسين؟ وهذا المهم، أنه الخاسر تأكيد إطار التنسيق هو لا داعي أصلا لرفع مثل هذه الدعوة، فهو خسر الدعوة نعم، أما ردة فعله أعتقد هو يعيش حالة من الهستيريا وحالة من يعني حالة يرثى لها. فبدأت ردود أفعاله غير منضبطة، فوضوية، استهداف للشركاء. لحد الآن هو فقط يستهدف شركاء التيار الصدري، ممكن أنه يدخل في عملية اغتيالات وتصفيات مع قيادات داخل التيار الصدري، كل الاحتمالات واردة، لكن الأمور ماضية باتجاه حكومة أغلبية. التيار الصدري والحلبوسي ومجلس والحزب الديمقراطي سيشكلون الحكومة، البقية ممكن أن يلتحقوا بالحكومة ولكن كأتباع وليس شركاء. هذا ما أكد عليه السيد مقتدى الصدر وبقية الشركاء، من يريد أن يلتحق يكون تابعا وليس شريكا، وهذا ما يعاني منه الإطار التنسيقي، خصوصا مع شخصية المالكي وغيره الذي لديه خلاف عميق مع التيار الصدري. فالموضوع معقد جدا، كل السيناريوهات محتملة، التصعيد وارد. هو أستاذ حسين، في هذا الإطار، هل تتوقعون ربما مواجهة عسكرية بين هذه الأطراف؟ والإطار التنسيقي حقيقة في ورطة كبيرة، هو الآن نفسه يفكر هل يستهدف التيار قبل تشكيل الحكومة أم بعد تشكيل الحكومة حتى يسقطها. حقيقة إذا التيار الصدري شكل الحكومة سيكون وضعه أقوى، ومؤسسة الدولة تحت تصرفه، وهو صاحب القرار الأول في المالي والسلطة والقوات الأمنية. هذا خيار عدل صعب. الخيار قبل الحكومة أيضا غير ممكن، يفقدهم أكثر شرعية بأنهم انهزموا وخسروا في الانتخابات وذهبوا إلى هذا الخيار السيء. فهم في ورطة ووضع لا يحمد عليه. الخيارين ذن أنا أعتقد واردة. مشروع التيار الصدري أكبر من تشكيل حكومة، هذا يدركه الأطار ولا يدركه كثير من الشعب. مشروع التيار الصدري أنه مقتدى الصدر مشروعه أن يكون زعيما شيعيا رقم واحد في العراق والبقية تتبع، هذا هو المشروع الذي يخشى منه الأطار. وهناك خلافا فكريا ما بين التيار والإطار، هو في المرجعية الفقهية والمرجعية الدينية والمرجعية السياسية. من اسطنبول مقتدى الصدر في هذا المشروع ليس فقط طامحا في رئاسة الوزراء، بل في المرجعية العليا للشيعة في العراق. وهنا القصة يعني الذي يدركه الإطار خطورة هذا الأمر عليهم، لأنهم بغالبية بل بمجموعهم هم لا يؤمنون بمرجعية شيعية عربية للعراق، هم يؤمنون بالمرجعية الأعجمية، هم عندهم ولاء خارجي، هم يديرهم الخامنئي وغيره. فهذه قصة معقدة داخل المكون الشيعي، وهم يعلمون بأنه التيار الصدري إذا ما شكل الحكومة وسيطر على موارد الدولة سيكون له كلام ثاني مع كل من يعترف. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.